आपके अपने YouTube चैनल एंडुरेंस हॉर्स रेसिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपको हत्ता एंडुरेंस का भी हाइलाइट्स दिखाऊंगा, उसके बाद आप स्टेप बाय स्टेप पूरी रेस को एंजॉय कर पाओगे। यह रेस 190 किलोमीटर की थी, जो कि सुबह अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट होती है और दोपहर तक चलती है। मैंने पूरी रेस को इस शॉर्ट वीडियो में पूरी कवर करने की कोशिश की है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। किसी भी रेस से एक दिन पहले रजिस्ट्रेशन होता है, जिसमें जो जो हॉर्स एंड राइडर पार्टिसिपेट करते हैं उन सबका रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। التي سباق اليوم كان حتى للقدرة المخصصة للاستمرار والاشتراك الفردي لمسافة 117 كيلو متر بمشاركة ما يقارب 58 Second loop or red color, 32 kilometers.
سيد الخوالي يعطيك العافية. نعم سيد اس اس. عيد لو تكلمنا عن المرحلة الأولى والمرحلة الثانية، شفنا طبعا المرحلة الأولى كانت سرعات عالية والمرحلة الثانية نزلت السرعة. مرحلة طبيعية، مرحلة الخيل توها نيرفز، يعني الخيل منطلقة من الصبح طبيعي إذا تبغاها تهدى، وعد رتم 120 معروف، يعني السباق يكون من 28 ل 29 ل 30 ثاني. خلاص المرحلة الأولى تقريبا عدد المنافسين محدودين فما اتوقع يعني الكل بيغامر بيصير سرعه، تكون سرعه يعني متوسطه 25. زين توقعات للمرحله الثالثه تكون سرعه اقل. نعم موفق ان شاء الله. مدينه دبي الدوليه القدره في سير. دقيقتان الآن وفي عدة تنازلي لخروج أول الفرسان الفارس 79 إلى المرحلة الرابعة والأخيرة لمسافة 20 كيلو متر بالإعلام البيضاء. الفرسان للعلم أنه لا يسمح باستخدام الهماز والصوت واللجام طويل جدا، مع تمنياتنا للجميع بالتوفيق والنجاح في سباق اليوم. ويرافقه حمدان سلطان علي السبوسي، مبروك بالكأس الذهبية. ناموس الاسطبلات اس اس ابطال كاس حتى للقدره لمسافه 119 كيلو للابطال في سباق اليوم الجميل والفينش الاجمل، تتابع جميل حتى الرمق الاخير في كاس حتى للقدره في الاسطبلات الخاصه لمسافه 119 كيلو متر. وبطل كأس حتى للقدرة المخصص الاسطبلات الخاصة لمسافة 119 كيلومتر يظهر بها الفارس رقم سعيد أحمد الشامسي. ناموس للبطل سعيد أحمد الشامسي من اسطبلات اس اس، بطل كأس حتى للقدرة لمسافة 119 كيلومتر.